أول ما الشخص يقرر إنه يعمل رياضة بيكون ضايع مش عارفان وين بده يبلش وشو يعمل. عشان هيك نصيحتي إلك هي بلش أول شيء على الأجهزة، بعدين فيك تنتقل على أوزان الحرة، لأنه الأجهزة أسهل الواحد يستخدمها ويتعلم الحركة أسرع وبشكل آمن. بلش بوزن خفيف تقدر تعمل فيه من 15-20 تكرار، عشان بالبداية أنت بتحتاج تعمل لكل تمرين عدد تكرار عالي حتى جسمك يتعود على الحركة وتقدر تعملها بشكل صحيح. أهم شيء تتأكد أنك عم تعمل التمرين بشكل صحيح حتى تكون عم تستفيد ما تعرض حالك للإصابة. وإذا ما بتعرف كيف تعمل التمرين ما تتردد تسأل المدرب اللي بيكون موجود بالنادي. ما تجهد حالك زيادة عن اللزوم، هيك بتكون عم تضر حالك أكثر من أنك عم تستفيد. لازم تاكل نسبة بروتين عالية، لأنه المبتدئ عضلاته بتكون عم تتعرض للتلف لأول مرة حتى يتم إصلاح وبناء خلايا عضلية جديدة.